بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة المحترمون ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم أيضا تتكلم حول الأمراض المعدية التي تصيب الأطفال، وأيضا نأخذ أحد الأمراض اللي هو المنينجيتس، التهاب السحايا الدماغية، inflammation of meninges. مثل ما نعرف أنه الدماغ هو محاط بثلاث أغشية تدعى الديوراميتر and arcanoid and biameter، اللي هي الأم الجافية والعنكبوتية والأم الحنون. في بعض الأحيان تصاب هذه الطبقات المغطية للدماغ بالتهاب فيروسي أو بكتيري أو فنجاي أو other organism or also drug. All this can cause inflammation of meninges. Bacteria that cause meningitis like Neisseria meningitis with meningococcal meningitis with hemophilus influenza and hemophilus meningitis with streptococcus pneumonia and streptococcal meningitis. All these that can cause meningitis. المننجايتس طبعا هو primary الباثوجين مالته هو بكتيريا، يعني السبب الرئيسي لالتهاب الأغشية الدماغية أو التهاب السحايا الدماغية هو بكتيري. spread normally hematogenous but maybe direct. إذا ينتقل بشكل طبيعي أما عن طريق الدم أو عن طريق بصورة مباشرة. الفيروسات مثل البوليو والمابس والهيربكس سيمبلكس that cause meningitis. Transmission droplet transmission from the nasopharyngeal of cases or carriers. إذا ينتقل هذا المرض بتلك الفيروسات عن طريق الرذاذ المتطاير من الحالات أو الشخص المصاب نفسه. Clinical features المظاهر السريرية أو العلامات والأعراض. Meningitis should be considered in all patients who have headache and fever. يعني الأغلب الأشخاص المصابين بالمننجيتس سوف يعانون من صداع وحمى، لذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل شخص لديه حمى وصداع مستمرين لفترة. Intense malaise اللي هو يعني توعك شديد، خمول شديد والشعور بعدم الراحة، فيفر حمى، ريغورز اللي هو تيبس الجسم والشعور بالقشعريرة، and severe headache صداع شديد، فوتوفوبيا التحسس من الضوء، and vomiting. neck stiffness اللي هو تصلب الرقبة والبوزيتيف كيرنيك ساين and consciousness. نقوم بفحص الكيرنيك ساين وذلك عن طريق رفع الساق والفخذ باتجاه البطن، سوف لن نستطيع ذلك وبدون جدوى بسبب التصلب الحاصل في العضلات، وأيضا consciousness هو فقدان الوعي. الاي بي اللي هو incubation period from 2 to 10 days. الكومليكيشن neurological damage to brain cranial and spinal nerve cerebral infraction hydrocephalus cerebral abscess epilepsy septicemia and shock. All these is a serious complication for meningitis because that damage of brain. طبعا عادة مضاعفات مرض المننجيتس تكون مضاعفات وخيمة، يعني من صار احنا عندنا دمج بالبرين بما معنى انه نحس بحساب سوف نفقد عدة وظائف بالجسم او عدة اعصاب تتحكم بعضو معين او جزء معين بالجسم، وايضا احتشاء السيربرال المخ اللي هو جزء موت جزء من المخ، وهذا أيضا له عواقب بخيمة، والهيدروسيفولوس اللي هو موه الرأس وخراج
الدماغ والإبلبسي اللي هو الصرع والتسمم والصدمة. كل هذه المضاعفات من شأنها أن تسبب إعاقة دائمية للطفل. Diagnosis lumbar puncture CSF analysis and blood routine test. Lumbar puncture هو طبعا البزل القطني. Management has high mortality. Meningitis has high mortality and therefore must be treated as an emergency. إذا مثل ما قلنا أعزائي الطلبة مرض المنينجيتيس ذات وفيات جدا عالية أو أمراضية جدا عالية، لذلك يجب معالجته كحالة طارئة. Clinically diagnosed bacterial meningitis should be immediately treated with intravenous benzylpenicillin. إذا عادة عند تشخيص المرض بالمنينجيتيس بكتيريال يكون سبب المنينجيتيس بكتيريال، يجب إعطاه مباشرة عن طريق الوريد اللي هو البنزايلبنسلين. Analgesic for headache and dexamethasone is often given to in children to prevent complications such as deafness. الأعزاء الطلبة إعطاء الدكساميثازون هو لمنع مضاعفات العملية الالتهابية الحاصلة في الدماغ بسبب تلك البكتيريا. تكون لدينا ردة فعل مناعية التهابية طبيعية لكن ذات عواقب أيضا وخيمة. بسبب هذه العملية الالتهابية سوف تتضرر أجزاء من الدماغ وتسبب لنا الطرش أو العمى وهكذا. الانتيبايتيك مانجمنت أكيد طبعا نعطي انتيبايتيك. بكتيريال وير أورغانيزم إز إن ناون، إذا كانت غير معروفة البكتيريا نعطي البنزايل بنسلين with chloromorphine call 75 milligram each kilogram or IV السيفوتاكسيم. النيموكوكال or المنجيوكوكال نعطي البنسلين or السيفوتاكسيم أيضا. الهيموفلاس نعطي الكلورومورفين كول or السيفالاسبورينز وهكذا أعزائي الطلبة حسب العامل المسبب للمنينجيتيس. Nursing care teach the importance of early treatment. إذن من واجبنا ككادر تمريضي أن نقوم بتعليم المريض أو ذوي المريض بأهمية المعالجة وبشكل مبكر وفورا. Advice of vaccination يجب إعطاء نصائح للناس بأخذ اللقاحات وفي أوقاتها لمنع تلك الأمراض. الأكسجين ثيرابي أيضا إعطاء الأكسجين عند الحالة وخاصة عند حصول الإزرقاق. Isolate the child for 24 hours to 48 hours darkened in the quiet room. إذا أعزائي الطلبة عند الشك بحصول المنينجيتيس يجب عزل المريض لغاية ظهور النتائج المختبرية، وأيضا عزل المريض في غرفة قليلة الإضاءة وذلك لتحسس المريض من الضوء بسبب المرض. هناك أيضا febrile seizure. لدينا أيضا مرض آخر اللي هو النوبات الحموية. النوبات الحموية يعني هناك نوبات اختلاجية بسبب الحمى. febrile seizure also known as fever fit or febrile convulsion is a convulsion associated with a significant rise in body temperature. إذن هذه الاختلاجات تترافق مع ارتفاع عالي في درجات الحرارة. The most commonly occur in children between the age of 6 months to 6 years. إذن هذا الحالة أو هذه الحالة المرضية عادة تكون شائعة في الأطفال بين عمر 6 أشهر إلى 6 سنوات. The direct causes of febrile seizure is not known. يعني السبب للفبرايل سيجر هو غير معروف. واضح؟ يعني السبب المباشر هو غير معروف، لكن الأسباب الأخرى اللي هي upper respiratory tract infection التهاب الجهاز العلوي أو أخماج الجهاز العلوي، وأيضا positive family history and meningitis. Types we have two types for febrile
A simple febrile seizure is one in which the seizure lasts less than 15 minutes. It's usually much less than this, does not recur in 24 hours, and involve the entire body. إذن أول شيء عندنا النوبات الحموية البسيطة التي هي إحدى النوبات التي لا تزيد عن 15 دقيقة الوقت مالت الديوريشن، وعادة يكون أقل من 15 دقيقة ولا تعاود الرجوع خلال 24 ساعة وإنما أكثر، وتشمل كل الجسم. الكومبلكس فيبرايل سيجر اللي نوبات الحموية المعقدة، هذه النوبات is characterized by longer duration, recurrence or focus on only one side of the body. إذا من هذه النوع المعقد من الفيبرايل سيجر يتصف بطول المدة ويعاود مرارا وتكرارا، وبعض الأحيان يكون مركز في جزء واحد أو سايد واحد من الجسم وهكذا. symptoms الأعراض during simple febrile seizure the body will be become stiff and arm and leg will bring twitching. إذن خلال النوبة الحموية سوف يبدأ الجسم بالتصلب، والذراعين والساقين تبدأ بالارتعاش بقوة. The patient loses consciousness although their eye remain open. المريض خلال هذه النوبة سوف يفقد الوعي لكن تبقى العيون مفتوحة. Breathing can irregular. أكيد التنفس سوف يكون غير منتظم. They may become incontinent. يعني الويت themselves سوف يقوم بالurination or defecation during this attack. They may also vomit or have increased secretion foam at the mouth. The seizure normally lasts for less than 5 minutes. وعادة المريض سوف يتقيأ خلال النوبة أو تتجمع سوائل، تزداد السوائل بالفم وتكوين فوم رغوة بالفم، وهذا تشاهدونه من خلال دوامكم إن شاء الله بالمستشفيات على الطفل، جدا واضح هذه الرغوة داخل الفم. وتلك النوبات لا تكون أكثر أو لا تستمر أكثر من 5 دقائق. treatment and nursing care. an anticonvulsant can be prescribed. يعني ممكن أنه يوصفون أدوية المضادة للاختلاج. الصوديوم valproate and clonazepam are active against febrile seizure and antipyretic drugs. إذن هذه الأدوية أحبة الطلبة هي فعالة لهذه النوبات، وأيضا إعطاء خافضات الحرارة. CSF analysis and EEG and CT scan for the brain for diagnose the cause of this disease and the oxygen therapy. الكوليرا is infectious disease. Cholera is an infection in the small intestine caused by bacterium vibro cholera. Sign and symptom: painless diarrhea and vomiting of clear fluid. إذن العلامة المميزة بمرض الكوليرا هو إسهال وتقيؤ بدون ألم صامت، ويكون الخروج صافي أشبه بماء الرز. This symptom usually starts suddenly on the 5 days after ingestion of the bacteria. إذن عادة تأتي هذه الأعراض والعلامات بصورة مفاجئة بعد 5 أيام من تناول الطعام أو الشراب الملوث بالبكتيريا. The diarrhea is described as rice water in nature and may have a fishy odor. إذن عادة الإسهال ممكن وصفه كماء الرز في طبيعته، وأيضا لديه رائحة مميزة مثل رائحة السمك. An untreated person with cholera may produce 10 to 20 liters of diarrhea per day. إذن الشخص اللي لن يعالج سوف يفقد من سوائل الجسم من 10 إلى 20 لتر خلال اليوم.
لهذا السبب تكون عدد الوفيات بهذا المرض جدا عالية بسبب الفقدان السوائل الكثيرة. Dehydration and electrolyte imbalance, poor skin, trigger wrinkled hand, skin, eyes and sunken eyes and the rapid pulse. إذن أحبتي إذن سيكون هنالك لدينا جفاف شديد وفقدان أو عدم توازن للشوارد الكهربائية بسبب ذلك الإسهال الشديد، فقدان الجلد لمطاطيته أو شكله المطاطي وتصبح اليدين مجعدة بسبب فقدان السوائل الشديد، غوار العين وأيضا تسارع النبض وذلك لمحاولة القلب تعويض السوائل المفقودة. Diagnosed by هنالك فحص يدعى Sea Water Test، هذا الفحص اللي يقومون بتشخيص المرض فيه. لكن Sign and Symptom is basic mean for diagnose this disease. Fluid and electrolyte للتريتمنت طبعا. Fluid and electrolyte احنا معالجتنا لهذا المرض هو تعويض تلك السوائل وإلا سوف نفقد المريض. Most cases cholera can be successfully treated with oral rehydration therapy. إذن نأكد دائما على محلول الإرواء الفموي اللي هو الORT لمعالجة هذا المرض أو أي مرض يصاحبه الجفاف. Which is highly effective and safe and simple to administer in severe cases with significant dehydration and intravenous rehydration may be necessary. إذن هذا العلاج هو ذات فعالية عالية وعملية إعطائه جدا سهلة في الحالات الشديدة المصاحبة للجفاف الشديد، أو بعض الأحيان نعطي السوائل عن طريق الوريد في حال تطلب ذلك. Ringer lactate is the perfluorate solution often with added potassium, large volume and continuous replacement until diarrhea has subsided may be needed. إذا إعطاء السوائل مثل الرينجر لاكتيت هو جدا فعال في هذه الحالة، هو الموصوف لهذه الحالة بالإضافة إلى البوتاسيوم لتعويض تلك الشوارد الكهربائية المفقودة عن طريق الإسهال. ثم إعطاء كميات كبيرة وبشكل مستمر، إعطاء كميات كبيرة من السوائل وبشكل مستمر لغاية اختفاء الإسهال. الانتيبايوتكس فور ذيس ديزيز وي هاف الدوكسيسايكلين از تايبيكالي يوزد فيرست لاين. اذا هو الخط الاول الدوكسيسايكلين اللي هو الخط الاول بمعالجه هذه الحاله، بالاضافه الضو سوم سترين او فايبرو كوليرا هاف شو ريزيستنس اذر انتيبايوتيك بروفن تو بي افكتيف. إذا في حال أنه أظهرت بعض أنواع الفايبروكوليرا مقاومة لهذا الأنتيبايتيك لدينا خيارات أخرى. الكورتيموزول والأرثروميسين والتتراسايكلين والكلوروموفينكول and الفلارازولدين and الفلوروكلولوين. كل هذه الأدوية أعزائي الطلبة هي تستخدم لمعالجة هذه المرض لأن لها ذات فعالية على القضاء على هذه البكتيريا. Prevention of cholera. Prevention طبعا هو الوقاية خير من العلاج. أغلب الأحيان كانت هذه الكوليرا منتشرة بالمناطق النائية الذين يستخدمون الماء الغير معقم أو ماء غير المياه المخصصة لمياه الشرب، كان يكون من المياه الآسنة أو من مياه الأنهر والشطوط إلى آخره. Health education hand washing before eating. إذن يجب أن نؤكد على استخدام أو تنظيف اليدين بشكل مستمر وأهمية تنظيف اليدين حتى نمنع العدوى by oral fecal infection. Drink only sterile water. شرب الماء المعقم فقط. House flies reduction. هنا القضاء على الحشرات المتطايرة في البيت نخص بها الذباب لأنه هذا ينقل المرض.
A proper handling with sewage يجب التعامل بالشكل صحيح مع المياه الآسنة أو المياه الصرف الصحي. A clean vegetable properly أيضا تنظيف الخضروات بشكل صحيح قبل استخدامها أو تناولها. Health education to worker in a restaurant وأيضا التثقيف الصحي للعاملين في المطاعم. الفاكسين either orally or parenteral given in two doses then booster every six months give temporary immunity. إذن هنالك لقاح للكوليرا لكن هو لا يعطي مناعة دائمية وإنما يعطى على شكل جرعتين وجرعة منشطة كل ست أشهر وهكذا. المالتا فيفر or brucellosis اللي هو حمى مالطة is an infection disease caused by returning fever. The bacteria causing brucellosis in humans is aported brucellosis or brucella aportus. إذن هو أيضا مرض من الأمراض المعدية اللي يكون بها حمى وأيضا تلك البكتيريا البروسيلوسيس تسبب تدعى البروسيلوسيس المجهضة أو حمى مالطة وهكذا. Incubation period from 5 to 2 weeks to appear the sign and symptom of this disease. The mode of transfusion, we have two mode for transfusion. Direct contact with the dropping of infected animal. إذن الاتصال المباشر مع تلك الحيوانات المصابة. Or drink contaminated cow milk or sheep or goat or milk product. إذن تناول الحليب ومشتقاته الملوثة بحليب تلك الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز المصابة بهذا المرض. Sign and symptom sudden and fever associated chills. إذن هنا لدينا قشعريرة مفاجئة وحادة. Fever and severe headache صداع شديد وحمى. Pain, diarrhea sometime occur or constipation. في بعض الأحيان يكون لدينا ألم وألم طبعا في البطن مع إسهال وفي بعض الأحيان إمساك وحسب الحالة. Muscle pain and excessive sweating الآلام في العضلات وتعرق شديد. Weight loss, general weakness and depression وأيضا فقدان الوزن الشديد والضعف العام والكآبة بسبب المرض. Spleen and lymph node enlarged تضخم في الكبد والعقد الليمفية وهذه هي ردة الفعل المناعية تجاه هذا المرض. Diagnosis الهيستوري and physical exam إذن التاريخ المرضي والفحص البدني بالإضافة إلى روز بنغال تيست اللي هو هذا الفحص الخاص بالمالتا فيفر والبلاد كلتشر زراعة الدم. Treatment and nursing care. Number one, give antibiotics اللي rifampicin, gramicin, cyproflaxacin and tramadazole. هنا هذه الأدوية هي مخصصة لهذا المرض لكن أفضل علاجين اللي هو rifampicin and gramicin لمعالجة هذا المرض. Give analgesic for pain relief إعطاء المسكنات لتخفيف الألم. And rest bed during the period of fever وأيضا الراحة التامة بالفراش خلال فترة الحمى. Pasteurization of milk عملية بسترة الحليب قبل تناوله طبعا لذلك تقوم المعامل والبيوت ببسترة الحليب قبل استخدامه أو استعماله. General hygiene النظافة العامة أيضا جدا مهمة. إلى هنا أحبتي قد انتهت محاضرة هذا اليوم. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء وأنا بانتظار أسئلتكم حول المحاضرة.